مرحبا بكم، واضح تفضلوا تفطروا عندنا. انا الحاجه يمينة، ساكنه في وهرن، عندي 71 سنه، وبديت في سبيل الله بديتها مولات عندي 15 عام. ككل عائله جزائريه عندهم النيه تاع افطار صائم، في البدايه كنا نخرجوا ان بوتي بلا، ومن بعد رجعوا 5 موائد، ومن بعد رجعوا في 10، ومن بعد بدا العدد يتضاعف سنه بعد سنه، وهذا العام تقريبا عندنا 300 وجبه غذائيه نقدموها يوميا. طيب وكلوا وشربوا في سبيل الله، وجوا محسنين وعاونوني محسنين، كثر ربي خيرهم. يوميا عندنا محسنين يجيبوا لنا مواد غذائيه، نقوموا بطم هذه المواد ونخدموا منها ان غوبا شو للاس دي اف، عابر سبيل، الانسان المحتاج. Chaque jour, on vient ici et elle nous accueille très bien. On mange à notre faim. Vraiment, on la remercie beaucoup même. On la remercie beaucoup. شاركوا ويجوا ينقوا الطوابل ويغسلوا ويسيقوا معايا ويخملوا كاع ولاد الحوماجو، وكل ليله يجوا عندي في العربي بن مهيدي بلاس فيكتوار 75، ونطلبوا ربي ان شاء الله المحسنين يزيدوا يدعموا.